Dear student in prep 2, is you Mr. Imadian, an experienced teacher of science and biology. أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، معكم مستر عماد يونان في حلقات تدريس الساينس. في البداية متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. النهاردة هنبدأ مع بعض الدرس الأول، هناخد فيه الجزء الثالث بعد ما انتهينا من طبقة التروبوسفير وطبقة الستراتوسفير. Today we will take together part 3 from lesson 1 the atmospheric layer, the layer number 3 mesosphere, the layer number 4 ثيرموسفير. برضو زي ما اتفقنا هناخد في كل طبقة اللوكيشن والتمبريتشر والبريشر والامبورتانس اوف ذيس لاير. طب الميزوسفير ات كونسيدر ذا ثيرد لاير فروم اتموسفيريك لاير، بتمثل الطبقة الثالثة من طبقات الغلاف الجوي. وكلمة ميزو بتعني ميدل لاير. طب ليه ميدل لاير بالرغم ان هي اربع طبقات بس؟ عندنا في طبقة التريبوسفير وطبقة الستراتوسفير lies before mesosphere and thermosphere and exosphere lies after mesosphere. يعني في طبقتين قبل الميزوسفير اللي هما التريبو والستراتو، وفي طبقتين الثيرمو، وفي طبقة خمسة بنسميها باسم الاكسوسفير. It is mean the middle layer، بتمثل الطبقة المتوسطة. كمان it is the coldest layer، بنعتبرها أبرد طبقة. هنعرف بعد كده ان الحرارة بتوصل فيها لسالب 90 او minus 90. اللوكيشن of the mesosphere it is lies in the third atmospheric layer، دي بتمثل الطبقة الثالثة من طبقات الغلاف الجوي. Characteristics and importance of mesosphere، ايه هي اهمية وايه هي صفات طبقة الميزوسفير؟ الثيكنس، لو انتوا فاكرين طبقة التربوسفير كانت بتمثل 13 كيلو، طبقة الستراتوسفير كانت تمثل 37 كيلو، طبقة الميزوسفير هتمثل عندنا سمكها 35 كيلو. يبقى السيكنس it extend from stratopause 50 كيلومتر above sea level to mesopause 85 كيلومتر. That means the thickness equal about 35 كيلومتر. بتمتد من 50 كيلومتر في الستراتوبوز اللي هي نهاية الستراتوسفير على ارتفاع 50، وبتوصل لطبقة الميزوبوز على ارتفاع 85. يبقى الديفرنس between 85 and 50 equal 35. يبقى thickness of mesosphere equal 35. Temperature of this layer the temperature decrease with high rate until reach to minus 90 at its end. يعني درجة الحرارة في الطبقة دي بتقل لغاية ما توصل لسالب 90، ودي اقل درجة حرارة. عشان كده بنقول الميزوسفير it is the coldest layer، بنسميها ابرد طبقة because the temperature reached to minus 90. هفكركم بحرارة الطبقة الاولى التروبوسفير كانت درجة حرارة بتقل لغاية ما توصل لماينس 60. في طبقة الستراتوسفير كانت درجة الحرارة بتبدأ تزيد، توصل من ماينس 60 لزيرو نتيجة لوجود طبقة الاوزون اللي بتمتص الاشعة الفوق بنفسجية. Number 3 pressure او الضغط الجوي. The atmospheric pressure in this layer decreases as we go up until it becomes 0.01 millibar. يبقى الضغط الجوي الطبقة دي بيبدأ يقل لغاية ما يوصل لغاية 1/100 millibar نتيجة لنقص وزن عمود الهواء. أول طبقة كانت 1013.25 تريبوسفير، الطبقة التانية وصلنا فيها 1 millibar، الطبقة التالتة هنوصل فيها لواحد من 100 millibar. يبقى كل ما ارتفعنا الى اعلى الضغط بيبدأ يقل لغاية ما هيبدأ يقل عمود الهواء او وزن عمود الهواء. ايه الامبورتانس بتاع الطبقة دي او ايه اهمية طبقة الميزوسفير؟ زي ما انتم شايفين كده ان اي شهب او اي اجسام ذات اوزان خفيفة بتبدأ تتحرق بفعل احتكاكها بالغلاف الجوي نتيجة لوجود مادتين لهم الهيليوم والهيدروجين. يبقى this layer is much vacuumed as it contain only limited amount of helium and hydrogen gases. الطبقة دي بنقول عليها طبقة مخلخلة. مخلخلة يعني خالية من الهواء، ما فيهاش كمية كبيرة من الأكسجين وثاني أكسيد الكربون وبخار الماء ومكونات الهواء، ولكن بتحتوي على كمية محدودة من غاز الهيليوم وغاز الهيدروجين. من صفات غاز الهيدروجين إن هو غاز بيشتعل بفرقعة زي ما خدنا قبل كده، وبالتالي any fraction from any bodies from space with helium and hydrogen it burns by this fraction.
So water is bareness in this layer due to the friction with air molecule. يبقى الشهب بتتحرق في هذه الطبقة نتيجة لاحتكاكها بجزيئات الهواء والمقصود بها الهيليوم والهيدروجين. طب ليه السفن الفضاء او ليه المراكب الفضائية ما بتتحرقش عند احتكاكها بالطبقة دي؟ Although water is bareness in mesosphere, spacecraft doesn't burn during passing through this layer because it has conical front that disperses heat and tail made insulating material. لأن الطبقة المدببة للصواريخ أو مراكب الفضاء بتشتت الحرارة، وكمان الديل بيبقى مصنوع أو مدهون من مواد معزولة أو مواد غير قابلة للاحتراق. Fourth layer الطبقة الرابعة اللي هي الثيرموسفير، والثيرموسفير it means the heated layer as it is the hottest layer of atmospheric. دي بنعتبرها أسخن طبقة، عشان كده بقول عليها ثيرموسفير، ودرجة الحرارة فيها أو التمبريتشر reach to 1200 degree. اللوكيشن it is the fourth layer، بتمثل الطبقة الرابعة من طبقات الغلاف الجوي. الكاركترستكس نمبر 1 الثيكنس، اتفقنا ان اخر طبقة كانت 85، يبقى it extend from mesopause وده بيكون على ارتفاع 85 until reach to 675 ودي بتوصل ل 675. الثيكنس 590 كيلومتر، يبقى the difference between 675 and 85 equal 590. التمبريتشر of this layer increases rapidly with going higher until reach to about 1200 Celsius. يبقى درجة الحرارة بترتفع تدريجيا لغاية ما توصل ل 1200. يبقى هنا الدرجة بتبدأ في الأولى تقل، بعد كده في الطبقة التانية تزيد، بعد كده تقل لتوصل ل coldest temperature minus 90 في طبقة الميزوسفير، وتبدأ تزيد خالص أو توصل لأعلى درجة في طبقة الثيرموسفير. يبقى لو جانا في الامتحان الثيرموسفير is called by this name because the temperature increases in this layer until it reaches to 1200 degree. طب another question، الميزوسفير is called this layer because the temperature decreases until reach to minus 90 degree. ايه تاني من اهمية الطبقة دي او معلومات عن الطبقة دي؟ لقينا ان its upper part contains charged ion، ودي اللي عاملة طفرة في عالم الاتصالات، وعاملة طفرة في النت، وطفرة في الوايرلس كوميونيكيشن نتيجة لوجود ايونات مشحونة في الطبقة دي. يبقى لما نيجي ننتقل لطبقة الايونوسفير، يبقى its upper part contains charged ion. The disturbance of the charged ion extend until 700 كيلومتر، ودي بتمتد لغاية 700 كيلو above sea level in the part known ionosphere. يبقى الايونوسفير بيحتل الجزء العلوي من طبقة الثيرموسفير، فاحيانا بنسمي الثيرموسفير بالايونوسفير. يبقى the upper part of this layer contains charged ion reach to 700 كيلومتر which help in wireless communication. الأيونوسفير ايه هي بقى اهميتها؟ يبقى الأيونوسفير play an important role in wireless communication, send, receive and broadcasting as it reflect radio waves that are transmitting by communicating center and radio station. يبقى الأيونوسفير لها دور مهم جدا في الاتصالات اللاسلكية. يبقى لما بنيجي نرسل من محطات التلفزيون او محطات الاتصالات اشارات، بتبدأ تنتقل لطبقة الأيونوسفير وترجع تنعكس مرة تانية وتستقبلها الأطباق، زي بالظبط نظام الدش أو نظام الاتصالات اللاسلكية في الموبايل وفي الإنترنت. ده بنسميه باسم الوايرلس كوميونيكيشن. ايه تعريف الأيونوسفير؟ الأيونوسفير it is a layer that contains charged ion and also has important role in wireless communication. الأيونوسفير كمان من ضمن الأهمية اللي هي الاتصالات، بتلعب دور مهم جدا في تشتيت الأشعة الخطيرة اللي جاية من الفضاء الخارجي، عشان كده بتحاط بحزام اكتشفه عالم اسمه فان ألين، والحزام ده حزام مغناطيسي. يبقى الأيونوسفير it is surrounded by magnetic belt known van Allen belt. What are the importance of van Allen belt
الفان إلين بيلت بلاي ان امبورتانت رول ان ديسبريسنج ذا هارمفول تشارج كوزميك راديشن اواي فروم ذا ايرث ان ذا سيم تايم ذي كوزز الرورا فينومينا ويتش ابير ان برايت كلر لايت كريتانس ات بوث اوف نورث اند ساوث. نتيجة لوجود الحزام من الشحنات يسمى الحزام المغناطيسي بحزام فان إلين، ده بيلعب دور انه بيشتت الاشعة الخطيرة اللي جاية من الشمس او جاية من الفضاء الخارجي، ونتيجة تشتيت الأشعة دي بيظهر لي صورة في السماء عند القطبين، ودي تظهر في صورة ستاية ضوئية ملونة، ودي هنشوفها في الشرح اللي جاية. دي بتسبب ظاهرة اسمها ظاهرة الشفق أو الأورورا فينومينا. يبقى الأورورا فينومينا it is the color keratin that appears in two bows due to the scattering of harmful cosmic radiation. ده شكل كده الفان إلين الحزام اللي بيحيط بالأرض اهو. any cosmic radiation comes from outer space, it is scattering by the effect of this belt. يبقى الايونوسفير play important role in wireless communication and broadcasting. ده number one. I'll give reason. يبقى هنقول because it reflect radio waves that are transmitted by communicating center and radio waves. ليه الايونوسفير بيلعب دور مهم جدا في الاتصالات اللاسلكية؟ يبقى هنقول نتيجة لان هو بيعكس موجات الراديو اللي بتنتقل من مراكز الاتصالات ومحطات الراديو. الفان إلين بيلت تعريفه ايه؟ they are two magnetic belts that surround the ionosphere and play important role in scattering harmful charged cosmic radiation. يبقى هو عبارة عن حزام مغناطيسي، الحزام ده بيحيط بطبقة الايونوسفير، بيلعب دور مهم جدا في تشتيت الأشعة الخطيرة. يبقى كده الهواء الجوي او الغلاف الجوي مرة يحصل فيه ظواهر، مرة يحرق الشهب والنيازك، مرة تانية يمتص الأشعة الفوق بنفسجية، مرة رابعة يشتت الأشعة الخطيرة اللي جاية من الشمس أو جاية من الفضاء الخارجي. عشان كده بنقول إن الأتموسفيريك لاير is one factor for life on the earth، يعني واحد من العوامل المهمة للحياة على سطح كوكب الأرض. نشوف ادي شكل الارورا فينومينا، بتظهر كشكل ستائر ضوئية، ودي بتكون واضحة عند القطبين، وده عشان الحزام ده او حزام فان إلين بيكون قريب او موجود عند القطبين. ودي انذر بيكتشر، دي صورة تانية للارورا فينومينا اللي بتظهر عند القطبين. لما جينا سؤال بقى what is meant by ارورا فينومينا او ظاهرة الشفق، يبقى it is phenomena which appear as bright color light creatance at both the north and south pole of the earth. يبقى هي ظاهرة بتنشأ كستائر ضوئية مضيئة عند القطبين الشمالي والجنوبي. يبقى لو جانا سؤال give reason the occurrence of aurora phenomena، يبقى due to the scattering of harmful cosmic radiation by the effect of Van Allen belt. يبقى كده انتهينا من دراسة الأربع طبقات اللي هما التريبوسفير والستراتوسفير والميزوسفير والأيونوسفير. في طبقة أخيرة اللي هي بتسمى طبقة الإكسوسفير، وبنلاقي في الإكسوسفير إن الأتموسفيرك is inserted into outer space the area known exosphere. الغلاف الخارجي بعد ما بينتهي لغاية 576 بيبدأ يندمج مع الفضاء الخارجي فيما يعرف باسم الإكسوسفير أو الغلاف الخارجي. طب الاكسوسفير تعريفه ايه بقى لما نيجي نديله ديفينيشن؟ it is the layer where the atmospheric and space begin where satellite orbit swim around the earth. عبارة عن الطبقة اللي الغلاف الجوي ينتهي عندها، الفضاء الخارجي بيبدأ منها وبيكون فيها الأقمار الصناعية. في سؤال ساعات بيجي لنا في الامتحان layer that contain satellite، بعض الناس بتعملها الايونوسفير، لا الساتلايت اكزيست ان اكسوسفير في الطبقه اللي فوق الايونوسفير، يعني على ارتفاع 700 كيلو فوق سطح الارض. طبقه الايونوسفير احنا قلنا 675 كيلو فوق سطح البحر. طب ايه اهميه الاكسوسفير بقى او الامبورتانس اوف اكسوسفير؟ ذس از ذا اريا وير ذا ساتلايت فلوت اراوند ذا ايرث اند ترانسميت ذا ويذر كونديشنز انفورميشن اند تي في بروجرام. يبقى هي المساحة اللي فيها الساتلايت بيسبح حول الأرض، وكمان بتنقل الظروف الطقس وكمان معلومات الطقس والبرامج التلفزيونية أو القنوات التلفزيونية. يبقى الـ importance of exosphere satellite swim in it around the earth which transmit the weather condition information and TV programs. في معلومة طبعا مصر بتملك قمر صناعي عارفينه من
فترة طويلة من التسعينات، ده بيسمى باسم النايل سات. الايجيبشن ساتلايت نايل سات ترانسميت ذا نمبر اوف ديفرنت educational channel that can watch on the digital space channel. طبعا القمر الصناعي النايل سات كلنا عارفينه، وده موجود على الاطباق اللي موجودة في المنازل، وده بينقل القنوات التعليمية، وده ممكن تقدر تشوفه عن طريق الضبط الرقمي للتردد بتاع القمر ده. الريكورد ذا ديت of broadcasting of educational material you study on the educational channel during a week and distribute them among your classmates to benefit from them. ممكن تسجل القراءات او النشرات المواد التعليمية اللي ممكن تدرسها في القنوات التعليمية كل اسبوع، وتبدأ تعرف بيها زمايلك على اهمية القنوات التعليمية اللي بينقلها النايل سات. كده we finished from the teaching four layers of atmospheric التروبوسفير والستراتوسفير والميزوسفير والايونوسفير. You can make a comparative between this layer according to the location, temperature, according to the pressure, the importance of each layer. ممكن نعمل مقارنة ما بين الأربع طبقات من حيث المكان أو الموقع، من حيث درجة الحرارة، من حيث الضغط، ومن حيث أهمية كل طبقة. نراجع الفيديوهات عشان نقدر نعمل مقارنة ما بين الأربع طبقات. Thanks for watching. If the video admired you, subscribe the channel and write your comments to improve the channel.